استاذ ابرام من الفيوم، اتفضل. بقول لك يا استاذ سامح، معلش عايز استفسر بس على موضوع كارت البتيلو. ماله؟ انا دلوقتي جايب، ما خلصت مرحله بتاع الدبلوم وربنا كرمني وجبت مجموع فقدمت في جامعه، فانا عايز اسحب كارت البتيلو. طيب انت دلوقتي تروح تسجل اسمك في الاداره الزراعيه وتشوف ايه الطلبات وايه الامكانيات اللي موجوده عندك علشان يعملوا المعاينه وياخدوا اجراءاتهم. انت قدمت في اي مكان؟ لا انا لسه، اصل انا قرات من على النت كل اللي موجود، بيقول لك يعني ما ينفعش اكمل مثلا دراسه، لازم تاخد خريجي بس. ممكن انا دلوقتي خريجي ومكمل، عايز اسحب كارت البتيل واشغله برضه. ممكن اطلب منك تروح بكره الاداره الزراعيه وتخش اداره الانتاج الحيواني وقول له عايز اقدم على كارت البتيل. تمام. طب ما ينفعش بس رقمك يا سامح؟ معلش. نعم، رقمك الشخصي يعني. ان شاء الله. حاضر، بشكر حضرتك. قرض البتيلو علشان نقول حقي ولا مش حقي، في تيسيرات كبيرة جدا من الدولة، ومعالي وزير الزراعة دايما بيتابع في تيسيرات على المربيين وعلى المستفيدين. فاحنا نروح نسأل علشان لو في حاجة وقفت احنا نستفسر من خلال المسؤولين ونحل هذه المشاكل. انتم لازم تاخدوا الخطوة الأولى. بشكر حضراتكم وإلى اللقاء.